أحسن الله إليكم. في سؤال آخر يقول: ما حكم كتابة التمائم وتعليقها؟ إذا كانت التمائم من غير القرآن ومن غير الأدعية الشرعية فلا يجوز تعليقها بالإجماع، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. وإذا كانت تشتمل على شرك كدعاء غير الله فإنها شرك أكبر. وأما إن كانت التمائم من القرآن أو من الأدعية الشرعية فقد اختلف العلماء في تعليقها على الأبدان للاستشفاء بها. فمنهم من منع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم نهيا مطلقا لم يستثني شيئا، ومن العلماء من أجاز ذلك لأن هذا داخل في الاستشفاء بالقرآن وبالرقية الشرعية. ولكن الصحيح الأول أنه لا يجوز تعليق التمائم مطلقا لا من القرآن ولا من غير القرآن. نعم.